السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لن تصدق ما ظهر في سماء ولاية عنابة صباح اليوم الأربعاء وأبهر الجميع، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صور أقل ما يقال عنها أنها مهيبة للفظ الجلالة في سماء ولاية عنابة، وأظهرت صور متداولة اسم الله وقد تشكل بالغيوم في السماء ما أبهر الجميع وجعلهم يلتقطون الصور وينشرونها على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.